محمود صبري ابراهيم لاعب منتخب مصر كره السله على الكراسي المتحركه وكابتن منتخب مصر حاليا. انت عارف كابتن منتخب مصر كره السله؟ ايوه. للكراسي المتحركه؟ ايوه. تمام. انا عايز اعرف انتوا ايه اخر نتائج حققتوها؟ والله احنا اخر حاجه حصلنا عليها كان المركز الرابع على مستوى افريقيا في بطوله افريقيا المؤهله لبارالمبياد البرازيل، وكانت مقامه في الجزائر شهر اكتوبر اللي فات السنه اللي فاتت، وحققنا المركز الرابع للاسف خسرنا ولم نتاهل، وتاهلت الجزائر على يعني هتمثل افريقيا في البرازيل، وده لان احنا لم نحصل على اي اعداد من مصر ولم نحصل على اي امكانيات لا لا لا, لا بدعم كراسي ولا اعداد للفريق حسب ما المدير. معلش بس ثواني، يعني انتوا سافرتوا ولعبتوا بطوله افريقيا؟ ايوه. يعني ايه ما فيش كراسي سافرتوا بيها؟ ويعني لا ايه ما فيش؟ احنا معانا كراسي حضرتك، ولكن الكراسي دي بقى لنا مثلا 3 او 4 سنين بنمارس اللعب عليها وبنلعب بيها بطولات، محتاجه قطع غيار، محتاجه قطع غيار زي ايه بقى؟ محتاجه يعني محتاجه كرسي بيتهالك مع الاستخدام، بيحتاج كاوتش خارجي للكرسي. طب ما تجيبوا كاوتش. ما هو حضرتك احنا طلبنا الكاوتش ده للكراسي بقى لنا سنه ونص بنطلب كاوتش للكراسي من مجلس اداره اللجنه البارالمبيه، ولا حياه لما انتوا نادي، ما حدش سال فينا، ما حدش جاب لنا اي شيء. المدير الفني وسافرنا بالكراسي بالكاوتش المتهالك المتقطع اللي احنا لما كان لعيب الكاوتش بتاعه بيضرب كان بيقعد بره ما بيقدرش يلعب، كنا بنخسر اللاعب والكرسي. المدير الفني كتب لمجلس اداره اللجنه البارالمبيه مرات كتير ان هو محتاج مباريات احتكاك، محتاج معسكرات خارجيه، محتاج اعداد كويس للفريق على مدى طويل عشان يقدر يتاهل، لانه بياخدوا من افريقيا فرقه واحده بس بتسافر الدوري البارالمبيه. طبعا لم يحصل على اي شيء من اللي هو كتبه من اللجنه البارالمبيه، وكل ما كان يطلب شيء يقولوا له الفتره قصيره، مفيش اعداد، ما مش هنقدر نوفر، مفيش فلوس، مفيش فلوس، مفيش فلوس، ولا حياه لما انتوا